والدي استأجر هذا العقار من دير الروم الأرثوذكس سنة 1949. والدي كان ياخدني هون محل ما احنا واقفين، وانا كنت اصغر اخوتي ومسكني بايدي هيك خايف علي وقال لي يا بابا، بقول له مالك؟ قال لي احنا بيتنا هناك، احنا هاجرنا سنة 48 وجينا على البلد القديمة. يوما ما ترجعيش الله بيعلم، ولكن هون هذه الساحة اسمى ساحة عمر بن الخطاب، وهذا باب الخليل اللي هو اليوم المدخل الرئيس للبلد القديم الرسمي. لسنة 67 كان الجيش الأردني على أسوار مدينة القدس. نعم، كان الجيش الأردني موجود هنا سنة 67، وطبعا هناك كان في خارج السور مباني ودور. اليوم إذا احنا بنطلع مقابلنا هذا الفندق الملك داوود الكينج ديفيد اللي نسفه شمير بالأربعينات. فطبعا احنا بنقدر نلاقي ونلاحظ اليوم المباني اللي عليها أبب. هذه مباني بين كل بيت 100 متر ل 160 متر بملايين الدولارات. الأمريكان اليهود المليونيرين بيجوا بيشتروا القسم من البيوت الموجودين احنا. فاحنا موجودين اليوم هون على ساحة عمر بن الخطاب اللي هو اليوم المطلع على اليسار منلاقي علم الفاتيكان مقابلنا على طول هنا. هذه اللي هناك اللي هي مقر الكنيسة الكاثوليكية، هاي العلم الأصفر هناك. فالبابا كل ما يجي هون على فلسطين على القدس بيجي طبعا هون بيستقبلوه في الدير اللاتين، ما يسمى دير اللاتين. طبعا هون طلع النبي داود. اليوم في متحف جوا، عاملين متحف وعمالهم بيرمموا القبة. إذا بتلاحظ انت هناك احنا بالأفق هناك مدينة بيت لحم بالأفق. طبعا احنا فوق فندق المريان. نعم، احنا اليوم على الصورة فندق المريان. بدير بالك علينا وعلى الأولاد وعلى الناس وعلى الناس الطيبة وعلى كل العالم الطيبين، ودير بالك بالحفاظ على هالعقار للكنيسة الأرثوذكسية مهما صار. احنا مستأجرين هون محميين، ولكن الملك لله. يا رب تحافظ هذا الملك للكنيسة الأرثوذكسية حتى ساحة عمر بن الخطاب، نبعد الشر من أيدي المستوطنين. الفندق اللي بجنبي مباشرة برضه نفس المشكلة اليوم، هذا بترا. فاحنا عنا المنظر هذا البلد القديمة، وبالأفق زي ما شفنا بيت لحم هناك، بالأفق منشوف مدينة أريحة البحر الميت لما يكون الجو صافي. طبعا هناك في عندك انت اليوم كل الكنائس الكاثوليكية، الألمان، الأرمن، كل هذه هي البلد القديمة القدس. في قدس واحدة في العالم، ما في محل تاني. فاللي بيشرب منها دايما إلو بنفسه. يعني الناس اللي هاجرت منها اليوم ويسمعوني كل الناس مرات بيشتوا ياكلوا كحكة مع فلافل بالقدس. مظبوط، معروفة ولا لا؟ صح، ولا هذا تراثي. وأنا لما جيت من تركيا موصوني جيب لنا كحك القدس. ولا لا؟ هذا تراثي مربوط في القدس الكحك. بالقدس، هذا أرضي، هذا تراثي. طبعا أنتم من أي سنة هون الفندق معكم؟ إحنا الوالد استأجره سنة 49. بال49. نعم. يعني وانت ولد صغير مع الوالد. انا كان عمري 6 سنوات بهذاك الوقت. نعم. الله يعطيك الصحة، يعطينا ويعطيك. وبعدين انا طبعا بال2004 اتفاجأت. بال2005 18/3 اتفاجأت يا سيدي بتلفون من الإذاعة الإسرائيلية صباحا وقولوا لي
انه الفندق الامبريال انباع. قالوا شو؟ قال نعم، روح اقرا خود جريده، جريده معاريف بداك الوقت، واقرا التفاصيل. وبالفعل كان الخبر مشؤوم انه هذا العقار انباع $1,250,000، وهذا العقار فندق البتراء $550,000، وبيت بجنب الحرم اسمه بيت المعظمية لدار عدوين $50,000. ومن هداك الوقت يا سيدي وإحنا عادين منعاني وبتحلم بالليل وإيش نسوي، ولكن أنا بقول كل العمل إحنا وجودنا هوني رباني ولا حدا تاني، بس من الله الحمد لله ولا حدا تاني. اوعى تفكر، وأنا بقوله بصوت عالي، هو بصوت عالي 20 مرة، اللي أنا وياك وأخوك متواجدين هون والناس تسمعنا من الله الحمد لله. أنا وعائلة الدجاني، هل من المعقول إنه إحنا نقدر نقاوم ونعمل ونستنى ومحاكم وإخلاءات وكل الأمور اللي بتقولها؟ مش منطقي يعني عادي، أنت منطقة مهمة هون جدا. هذا روح زي ما أنت شايف البلد القديمة كلها، باب الخليل اليوم روح البلد القديمة كلها اليوم، كل الكنائس، القيامة، الكبرتور، الحرم، الأقصى، كلها هون الروح، روح البلد القديمة هون. فأنا بقول بس لمحبين محبين الوطن إنه دائما بس يستذكروا ربنا، إنه ربنا كبير. بس أنا هذا اللي بقوله، أكثر من هيك ما بقول. ما يعتمد الإنسان على حدا، على الله بس، وعلى دراعه وعلى التربية اللي أنت بتربيها في المستقبل لأولاد جيدين اللي هم من يكملوا المشوار عنك. أنا الله الحمد لله، الله أكرمني بثلاث أولاد أو 4 حتى بدي أقول، عندي صبية زيها زي البقية. الله يخليك، الله يرضى عليك، اللي هم من بالمستقبل راح يشيلوا هالهم. فمرات أنا يعني بعمري الإنسان بيفكر بيقول أنا بدي أورث الأولاد بيت، أرض، سيارة، مصاري. أنا بقول الحمد لله بدي أورثهم مشاكل، اللي يقعدوا يصمدوا ويثبتوا للناس إنه نعم في ناس خيرين، الأرض خيرة، والحمد لله يوم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله نعمة من الله. إن شاء الله ربنا بيكون معك وتكسب إن شاء الله. إن شاء الله. القضية بدنا هذه معركة طويلة قضائية 40-50 سنة بدنا نتحملها، بدنا نتحملها، بدنا ولكن أنا اليوم عم بفكر مش لبكرة وبعده، بفكر بعد 40-50 سنة لما العقار هذا بده يرجع بأيدي هدولنا، إيش بده يصير هون؟ هذا السؤال. منطقة راحت. هذا السؤال اللي لازم الناس تفكر فيه. للأسف اليوم الناس بفكروا طبخة بكرة، طبخة اليوم، ولكن إحنا بنفكر 50 سنة لقدام. ربنا بس يعطي الصحة لأولادنا آمين يا رب، اللي يكملوا هالمشوار عنا، لأنه مشوار صعب. والله صعب. والله صعب. إن شاء الله. مسؤولية. إن شاء الله إنك تكسب. إن شاء الله. القضية ويضل معك الفندق مع أولادك يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. رب العالمين أيها سمعنا. والنعم بالله يا عم. تاكسي. لا، ما تخلاش الخول، ما يعني. لا، 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 ل